شو رأيك بتمرين واحد بس أعطيك كل مهارات الإنجليزية وعلمك تحكي إنجليزي بدون ما علمك جرامر أو أي تمرين تاني؟ كيف؟ يلا نشوف مع بعض. حبيب قلبي أسود سبيتي، أهلا وسهلا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا اليوم الجمعة في اليوم اللي قاعد بصور لك فيه الفيديو، وإن شاء الله تكونوا كلكم طيبين وصليتوا على النبي وتغديتم وقاعدين هيك مزبطين حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الدرس اللي أنتم بتستمتعوا وبتتمتعوا فيه، وبدي أقول أهلا وسهلا بالمئات بل بالعشرات الآلاف الناس اللي انضموا لنا جديد بسبب هذا التمرين على القناة، عشرات الآلاف بل عدهم زادوا عن أكثر من 100,000. نرحب فيكم، وهذا التمرين إن شاء الله يفيدكم بشكل كتير كبير. سيبك من الفيديوهات الثانية على القناة، تابع معايا الفيديوهات اللي بنزل لك إياهم بس على اللوحة. درسنا عبارة عن 5 جمل أو أسئلة باللغة الإنجليزية، باللغة العربية بنترجمها للإنجليزي، ولكن نحن مش بس بالترجمة، بعلمك قواعد وجرامر ومصطلحات وقراءة وكتابة زي الأسد. تنسى كل الأمة حواليك وتركز معايا مباشرة. إذا عجبينك هذول الدروس وحابب تاخذ معايا كورس مكثف، عندنا كورس مكثف على زوم، بإمكانك تشترك من خلال الرابط الموجود بوصف الفيديو، أو تبعت لنا إيميل على إيميل ensbeta@gmail.com. نبدأ بسم الله. الجملة الأولى بتقول هل اليوم جمل مهمين بدي أكون كلهم تعرفوا. هل لديك أخوة أو عائلة في الخارج أو في الغربة؟ سؤال كتير بننسأله، سواء أنت كنت في الدول العربية أو في أوروبا بيجي بيسألوك الناس، عندك أهل في الخارج، عندك أهل في الغربة، كيف بنقول هذا بالإنجليزي؟ We said we ask ourselves 2 questions. قبل ما نبدأ نترجم نسأل حالنا سؤالين. Is it a question or a sentence? It is a question. Boom. خلصنا من السؤال، لو تعال نسأل السؤال الثاني. The second question is what is the tense of this sentence? إيش الزمن تبع هذه الجملة؟ هو بسألك عن إيش؟ بسألك عندك أخوة في الخارج. إذا هو عن إيش بسألك؟ عن ماضي ولا عن حقيقة ولا عن نو. بسألني عن حقيقة. أنا والله يا إما عندي يا إما ما عنديش. لو حقيقة مزبوط. طب الحقيقة في أي زمن؟ بوم. مضارع بسيط. حلوين حلوين. المضارع البسيط لما بدي اسال بهل، ايش بحط؟ اما does او do. حلوين حلوين. مين اللي بيحدد؟ الضمير. ايش الضمير عندي؟ انت، يعني يو بياخذ does ولا you ولا do؟ بتاخذ do. بوم، خلص السؤال. تعال الحين do. بوم. ايش يعني يملك؟ هل لديك يعني هل تملك بالعربية الفصحى. ايش يعني هل تملك انت؟ ايش يعني do؟ مين الفاعل؟ you do you. ايش يعني يملك؟ have. do you have. do you have. ايش يعني اخوة؟ مش brothers. بنفع تقول brothers or sisters، بس الاسهل نبدا تقول اشقاء، اللي هو ايش؟ siblings. siblings بديك تحفظها بالعربية الفصحى، اللي هي اشقاء، اللي هم بنات او ابناء او اولاد. يعني بدل ما تقول brothers and sisters بتقول siblings، يعني كأنك بتسأله أولاد ولا بنات. بس لو قلت brothers and sisters صح. أو عائلة، إيش يعني family؟ do you have a family or family members؟ كله صح. إيش يعني في الخارج أو في الغربة؟ abroad. بوم، خلص. بنفع أساسا أقول outside the country؟ outside the country. بنفع. بنفع نقول outside؟ بنفع. بنفع إلى آخره. خلصنا الجملة الأولى زي الأسد اللي حلها صح، يعطي حلو درجة إلى الروح. الجملة رقم 2، أنا أحاول ولكن أعاني من مشكلة كذا. كل يوم بشوف السؤال هذا 150,000 مرة في مسج ولا في تعليق، وكله بكتبها بالعربي أو إذا كتبها بالإنجليزي بكتبها خلط. فبدي أحلمك كيف تقولها. أنا والله حاولت، أنا قاعد بحاول، أنا بحاول ولكن عندي مشكلة كذا. بنقول شو هي المشكلة؟ نسيان، المصاري، مش عارف ايش، البطيخ. المهم، Is it a question or a sentence? It's a sentence. What's the tense? تعال نشوف مع بعض. إما بقول أنا حاولت بتكون في الماضي، أو أنا أحاول في المضارع البسيط، حقيقة أنا قاعد بحاول، أو أنا قاعد بحاول، لساتني قاعد بحاول، بتصير مضارع مستمر. تعال ناخذ التدي. لما بدي أقول أنا في المضارع المستمر، يعني قاعد بحاول، بقول إيش؟
I am trying. الفعل حطيت له ing وحطيت للفاعل ضمير مساعد am. قلنا البي إما am أو is أو are، تختارها على حسب مين الفاعل وبعدين بتحط للفعل في المصدر ing. بوم، هذا الزمن المضارع المستمر. شرحت لك زمن المضارع المستمر بخمس ثواني. بوم، خلصنا. I am trying، أنا قاعد بحاول، أو أنا بقول إيش I try، يعني أنا أحاول في المضارع كحقيقة في المضارع البسيط. طيب إيش قال؟ ولكن أعاني من مشكلة. في واحد بيقول لي معنى يعاني يعني I suffer. suffer suffer معناتها يعاني، بس بتيجي للمعاناة في شيء عم بيخليك تعاني. بس هنا ترجمة الحرفية ما بينفع تستعمل سفر، انت بدك تقول له انا قاعد بحاول بس عندي مشكلة او بعاني من مشكلة. ايش هي بتقول؟ but يعني but، ولكن I have a problem، انا عندي مشكلة. I have a problem with او in، على حسب اذا كنت تحط with مثلا English او with summarizing the words, memorizing the words, with speaking, with conversation. إذا بديك تحفظ زي الأسد I have a problem with، يعني عندي مشكلة مع. I have a problem with محمد. I have a problem with my wife، الله يبعد عنا المشاكل. I have a problem with my car، عندي مشكلة مع سيارتي. بديك تحفظ هذا المصطلح زي الأسد، تعال نروح على الجملة الثالثة ونشوف مين جاب معانا درجة كاملة. هل من الممكن أن تنصحني ماذا أفعل؟ بيجيني دائما يقول ممكن تنصحني إيش أسوي؟ يعني بيجي بيقول لي عندي مشكلة كذا كذا كذا، بسألني بيقول لي هل ممكن تنصحني إيش أسوي؟ تعال نسأل حالنا. Is it a question or a sentence? It's a question. In what things؟ شو الزمن؟ هل من الممكن أن تنصحني؟ هو إيش بسألك؟ بسألك عن حقيقة. ممكن تنصحني حقيقة، إما ولا لا، حقيقة الموضوع تنصحني فيها، ما تنصحني برضو حقيقة. طيب هل في الحقيقة؟ الحقيقة إيش يعني؟ يعني مضارع بسيط، present simple، خلصنا. طيب هل في المضارع البسيط إيش بتيجي؟ والله إما إما do ولا does، بحددها الضمير. بس تعال نشوف إيش بعدها، عم بطلع بعدها لقيت الممكن. إذا هنا بيسألني عن الإمكانية، وسبيتا قال لي لما تسأل عن الإمكانية بهل إيش بحط؟ على صوتك بحط كان. برافو عليك. إذا على طول بقول كان، مين الفاعل؟ مين الفاعل؟ بسأله هو، بسألك أنت. كان يو، كان يو إيش يعني ينصح؟ أدفايز بالأس، كان يو أدفايز مي. لو حطيت سي هنا بتصير نصيحة، لكن فعل advise. كهل can you advise me؟ بدي اياك تحفظها زي الأسد. ممكن تنصحني؟ can you advise me؟ طب استاذ بنفع اقول would you advise me؟ would you advise me؟ صح. طب استاذ بنفع اقول، ما انا قلت هل ممكن، is it possible to advise me؟ برضو صح. هل من الممكن؟ هل في إمكانية؟ Is it possible؟ كلهم صح. إيش يعني؟ Can you advise me؟ إيش يعني ماذا أفعل؟ هنا ليست سؤال ماذا أفعل، هو إخبارية، فبتقول إيش؟ Can you advise me؟ إيش؟ What to do؟ أو ممكن أقول What should I do؟ What should I do؟ وبنفع أقول أنا what I should do. إذا بدي أخليها بسأله جملة إخبارية، الحل صحيح تحت درجة وزي الأسد نزل تحت، بتنساش علمتك إياها. can you ممكن أو is it possible، can you advise me، would you advise me، is it possible to advise me، كله معناه ممكن تنصحني ولا لا. زي الأسد تحفظ فعل advise يعني ينصح، ولما تكون بالسي بتصير advice. ومهم جدا كل الشعب بيغلط فيها كلمة advise. تعال هنا، تعال كلمة advice هذه advice، اوعى شوفك بتجمعها. بشوف ناس بيقول advices، بحط لك صفر في الامتحان اذا بشوفك بتحط اس لادفايس. ما فيش جمع لكلمة advice بالانجليزية، بالعربي بنجمعها نصائح، بالانجليزي فيش advice، فيش advices، غلط advice. تعال نحل رقم 4 زي الاسد معايا. حاولت او بذلت كل جهدي او اقصى جهدي
اقصى ما استطيع ولكن ما فيش فايده. جمله بسمحك اليوم، حاولت وعملت عملت المستحيل وبرضه مش ظابطه معايا. كيف بنقول هذه الجمله بالانجليزي؟ تقريبا كنا بنقولها مظبوط، او بتمر علينا نقولها ان شاء الله ما تمر. كيف بقولها؟ حاولت في اي زمن؟ حاولت، حاولت في الماضي. استنى، لما تقول لي في الماضي بدك تقول لي وقتاش في الماضي في اي زمن. والله ماضي بسيط، تعال شوف، قال لي وقتاش حاول، ما قاليش وقتاش حاول في الماضي، ما قاليش امبارح الشهر الماضي، yesterday last night last week last monday last year last summer، ما قاليش. اذا ما هاش ماضي بسيط، ايش ضلت؟ اما ماضي تام بستعمل had، او انا بستعمل مضارع تام ب have و has. والله انا حاولت، بذلت كل جهدي وبرضه مش ظابطه معي. معناها هو في الماضي ما حددليش متى في الماضي واثاره لسه شغاله، انه لسه قاعد بيحاول اذا بستعمل have و has. لكن لو اشي عمله في الماضي وانتهى وخلص في الماضي بدون ما نعرف متى ونطمن عليه، بتستعمل had، ماضي تام تم وخلص. اذا ليش نستعمل have؟ مين اللي حاول؟ مين الضمير؟ I. ايش بتاخذ have ولا has؟ I have. ايش يعني يحاول؟ try. بس مع هذا نحط تصريف التالي، I have tried، لقد حاولت. I have tried. مين بيعرف يقول لي لقد بذلت اقصى جهدي او كل ما استطيع او كل جهد؟ ايش بقول؟ I have tried my best. بنفع أقول I have done the impossible، بنفع. I have done everything، بنفع. I have tried everything، بينفع. I have tried all the solutions، بينفع. كلهم صح. مهم؟ فهمني شو نقول. طيب. طب بنفع أقول إيش يعني أقصى مكان؟ إيش I have tried إيش all what I can، all what I can، أو my best. أو the best of my أو best of my best. طيب ولكن لا فائدة. إيش كي بقول but يعني ولكن but؟ إما بقول إما بقول it is useless، أو بقول but useless على الفاضي. على الفاضي useless but useless، مش جايبة نتيجة. اللي حطلع حاله درجة، ما يكذبش علي إن هالجملة الرابعة صعبة. على الجملة الخامسة زي الأسد نشوف مين حلها. بتنسوش على الانستغرام سبيتا ميديا وأحمد سبيتا، في كتير أشياء بتضيع عليكم نحكي فيها، ما نقدرش نحطها على اليوتيوب. تعال تابعنا، حط لهم إياها يا محمد، خليهم يشتبعوني زي الأسود. يلا آخر جملة، هذا يكفي خلاص. أمك ولا أبوك ولا مديرك في الشغل مش عارف مين، خلاص طلعت الخروبة معاه، عصب عليك قالك خلاص هذا الكفي، إجا وقت الشغل يلا على مكتبك، ولا أمك بتقول لك ولا أبوك يلا على غرفتك، يلا 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 خلصنا المزح، إجا وقت الدراسة يلا على مكتبك يلا على غرفتك. كيف بتقولها؟ كيف تقولها لأولادك؟ إيش يعني هذا يكفي؟ إيش يعني هذا؟ أعطيتك إياها قبل هيك. إيش يعني هذا يكفي؟ It's enough. طب أستاذ بنفع أقول مباشرة enough بدون ما أقول it's؟ أقول enough، خلص عاد، خلص بنفع. أبويا إحنا بنقول خلص خلصنا، إذا خلص it is enough، هذا يكفي. حان وقت العمل، أعطيتك إياها قبل درسين، إذا بتعرفش بتدبح ذبح. أعطيتك إياها وقلت لك أنا إيش يعني حان وقت كذا، بالدليل لو كانت الجملة حان وقت العشاء، إيش بنقول؟ إيش علي صوتك يا محمد، علي علي. It is إيش؟ work time. قلنا بتحط it is time وبتحط بينهم الكلمة اللي بدك إياها. It is lunch time. It is work time. It's cinema time. بدك تحفظها زي الأسد هذه، ها؟ ما أضحك عليك. طيب هيا اذهب إلى مكتبك، هيا يلا 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 على مكتبك على غرفتك. إيش يعني؟ إما بقول كلمة هيا، بقول إما بقول hurry up، بس ما فيش داعي لها، فيش داعي. ممكن أبدأ مباشرة أقول go to your، إما بقول office يعني مكتبك أو روم، يلا على غرفتك. هيا يلا على شو، خلاص عاد بدل جد كل واحد على غرفته عشان نروح ندرس. خمسة جمل، كمية معلومات غير موجودة بسهولة. جرامر، قواعد، مصطلحات، فسرت لك أكثر من زمن. إيش فسرنا؟ المضارع البسيط والماضي البسيط والمضارع التام والمضارع المستمر والماضي التام، كلهم فسرت لك خمس أزمنة بمليون ألف معلومة. تحفظ القوالب، advice لا تجمع، advice يعني كذا، تحفظهم زي الأسد ونشوفك تعطينا دعوة حلوة. بدي الكل يعطيني كتير، جاب من خمسة في التعليقات وإيش السؤال اللي غلطت فيه عشان أكرر لك إياه. اتفقنا؟ يلا حبايب قلبي.